إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في صباح الشارقة وصباح مشرق من صباحات الشارقة المشرقة. بنتكلم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة، فقرة مجالات وتخصصات، عن أجمل اللحظات ليلة الزفاف. في يعني هي الليلة الأجمل والأمثل لأي زوجين، لذلك يحرصان على أن تكون مميزة بكل تفاصيلها وحتى تبقى ذكراها سعيدة. لابد من تحفظ بالصور والألبومات وتكون مصممة بعناية، ولتبقى في هذه الليلة يعني محفوظة في الأذهان وبأبهى ذكرياتها. مشاهدينا، حول تصميم ألبومات الأعراس نتشرف بوجود الأستاذة هناء أبو ربيعة، مصممة جرافيك في استوديو الزورق. صباح الخير أستاذة هناء. صباح النور. حياك الله. في البداية نتحدث عن التصميم بما يخص ألبومات الزفاف، أهمية هذا الألبوم اليوم. قبل احنا صغار ما نعرف قيمة الألبوم أصلا، يعني بس فيها ذكريات وصور نضحك على أنفسنا يعني لما نشوف الصور واحنا صغار. لكن اليوم مثلا المفهوم اللي صار عند الناس، مفهوم ألبوم الزواج بالذات. تمام. هلأ حديثا يعني الصور هي أصبحت شيء كتير مهم بالنسبة للعروسين، هي تخليد لهالذكرى. نعم. سواء من أي شيء تكلفوا على كوشة أو فستان العروس أو إكسسوارات أو سواء الأحداث اللي بتصير. نعم. خلال العرس الصورة هي اللي حتجسد هالذكرى هي. نعم. وحتخلدها. وطبعا الألبوم هو لحتى نحفظ فيه الصورة طبعا، وبالتالي لازم الألبوم يكون محتوي على كل أحداث الحفل اللي صارت، بحيث أن العروس أو العرسان بعد مدة زمنية معينة لما يفتحوا أو حبوا يوجهوهم لأي حد تكون هالألبوم شاملة كل الأحداث اللي صارت في يوم زفافهم، ويسترجعون بعد الذكريات الجميلة طبعا بأدق تفاصيلها. نتكلم عن الصور الجميلة اللي تعتبر اليوم توثيق، فنتكلم عن الألبوم. تمام. نتكلم شوي عن تصميم الألبوم. تمام. الجميل، وهل أنتم كمتخصصين اليوم تصممون الألبوم على حسب الشكل أو لون معين أو على حسب ذوق الشخص نفسه أو الزوجين نفسه؟ تماما. بداية من أول ما تجي العروس تحجز عنا ولغاية يوم الزفاف ونحن معاها عم نواكب معاها حدث بحدث، طبعا في نظرة معينة. مثلا أنا لما بطلع الحفلة بشوف الثيم المعين، اللون العروس اللي أخذته، في أحيانا عرايس بياخدوا ألوان معينة بتشهل الألوان الكلاسيكية مثلا، فهذا الشيء كله بيساعدني بتصميم الصور. لازم يعني مثلا الألبوم يكون ماشي مع الثيم نفسه تبع يوم الزفاف أو يوم العرس، ماشي مع ألوان الميك أب للعروسة، ماشي مع ألوان فستان العروس، كل هاي شغلات مساعدة طبعا. نعم. إذا ما تكلم عن أنواع الألبومات اليوم، يعني لكل مناسبة هل هناك ألبوم معين ولا يعني هي مجرد ألبومات وأشكال مختلفة؟ طبعا الألبومات، يعني الألبومات في منها أنواع، في منها أحجام طبعا. لكل مناسبة لها حجم معين، مثلا لها لون معين. طبعا قديما كان في ألبومات اللزق، ما عادت مستخدمة الآن. الآن أغلب الألبومات المستخدمة هي ألبومات الديجيتال. نعم. تمام. مثل الألبومات الموجودة. نعم. تختلف اختلاف حجمها، يعني إذا ألبوم عرس يضم 30-40 بوستر بحاجة إنه يكون مقاس. نعم. كبير. أما أحيانا إذا حفل عيد ميلاد، حفل خطوبة أو شيء، حنة مثلا، تحتاج الألبومات الأصغر لأن الأحداث فيها بتكون أقل من حفلة العرس طبعا. حلو. يعني هنا نتكلم عن يعني الصورة. نعم. الصور أو المناسبة. نعم. اللي تحدد حجم الألبوم وشكل الألبوم والأحداث طبعا. حلو. والأحداث أهم شيء. لو نتكلم شوي عن اليوم مع التطور التكنولوجي. أيوة. فنشوف كثير من الألبومات الإلكترونية أو الدعوات. أيوة. الإلكترونية طبعا. فهل أنتم تصممون. أيوة. هذه الدعوات وكيف يتم التصميم؟ تمام. هلأ في البداية في منهم أوريدي يكونوا عاملين تصميم ورقي اللي هو. نعم. البطاقة العادية، لأنه في ديزاين أو لوجو معين بيصمموه. في منهم بيجوا لعنا بيلجأونا لحتى نحن نصمم لهم هاللوجو. بعدين طبعا بنستخدم عدة برامج، مثلا لتصميم اللوجو بنصمم على برنامج الإلستريتر، بعدين لحتى نصمم البطاقة نفسها نستخدم نروح على برنامج الأدوبي أفتر إفكت. ممكن أنا فيني أصمم بعدة طرق، فيني أصمم كلها إني أرسم من البداية، أرسم كروت، أحط أسماء، أحدد مكان الكوشة، أو يا أما هم بيجيبوا لي كرت معين وأنا ببلش بصوره بطريقة معينة وبدخله على هالبرنامج وبحركه طبعا.
نعم. اليوم ما شاء الله الألبومات ما عادت يعني مجرد يعني غلاف. طبعاً. أو هذا يعني نشوف ما شاء الله أنواع الشنط، أنواع في بعضهم ألبومات من الخشب. ويعني هذا التغير هذا يعني تحدثين عنها. متطلبات، هي متطلبات، كل شيء متطور، كل شيء متزايد. نعم. دائماً خصوصاً العروس تطمح إنها تشوف شغلات أحلى، شغلات أجدد. لما بدها تحجز ألبوم بتدور من مكان لمكان لحتى تلاقي الموديل المميز اللي خليها مميزة. نعم. إنه هاي العروس مثلاً عندها ألبوم مميز غير عن الباقي. طبعاً الألبومات في منها من القماش، في منها الإيطالي، في منه الجلد الطبيعي، في منه من الأكريليك، في كتير أنواع منه. حسب هي شو حابة نحن نعطيها الشيء اللي بيناسبها. طبعاً جميل. إحنا نشوف أنواع كثيرة طبعاً من الألبومات المختلفة المتنوعة. إضافة إلى مثل ما ذكرنا عن نقطة مهمة اللي هي الدعوة الإلكترونية. نعم. مثل ما نحن نشوف. نعم. فيها بعد أشكال وفيها أنواع. كمصمم اليوم، نعم، هل ممكن يواجه بعض التحديات في مسألة على سبيل المثال اختيار البرنامج المناسب، اختيار التصميم اللي يناسب أكيد المناسب نفسها؟ طبعا البرامج موجودة والحمد لله متقنين العمل عليها. المشاكل اللي ممكن تواجهك مثلا انك توصل الى ذوق العروس او العريس، يعني هم دائما بيكونوا متحيرين، لا هاي البطاقه اجمل، لا هاي البطاقه. فانا ممكن انه لما هم يكونوا محتارين انا اقدم لهم مثلا اوبشنين وهم يختاروا منه لحتى انا اوصل لمستوى انه هم يكونوا راضيين يعني عن الشيء اللي اخذوه. بس اما كبرامج كاتقان مهارات كله الحمد لله موجود. نعم. اليوم يعني العرس يتطلب مثلا ألبوم أعراس. نعم. يتطلب يعني ترفقون مع الصور بعض السيديهات مثلا اكسسوارات هو العروس غالبا. نعم. بتطرح بتاخذ تصوير مع فيديو. نعم. أغلب الحجوزات. نعم. هيك بتكون، وبالتالي نحن بنقدم لها باكيج كامل يضم صور. نعم. ألبوم يضم صورها، ومشان يكون الثيم موحد في كفر للسي دي. نعم. في برواز ممكن إنها تعرض في أحلى صورة مثلا. نعم. نكبر لها إياها وتعرضه. نعم. على هالمبدأ. إذا ما بتكلم عن الفيديو، طريقة يعني الفوتوغراف مثلا. نعم. أنت لك صورة معينة تحطينها في البرنامج، تشوفين تعدلين على الصورة على الألوان. صح. الفيديو يعني يتم تصوير الفيديو هل بالمونتاج الأمور. نعم. هذه يعني حدثينا عن تصوير الفيديو بالنسبة تصوير للعرس. الفيديو طبعا نحن بداية منبلش فوتو وفيديو في نفس الوقت. نعم. حلو. الفيديو يعد أشمل وأدق. ليه؟ لأنه بيحتوي تفاصيل. نعم. وغالبا العروس بتدقق على الفيديو بشكل كبير أكثر مع الصوت والصورة. أيوة يعني والألوان، لأنه بيجسد. نعم. فعلا. صحيح. أحداث من بداية دخولها لغرفة المكياج حتى تلبس فستان ليلة زفافها، لحظة دخولها القاعة، أول لحظة من المعرس يشوف العروسة. نعم. هي بحاجة أنه هي تشوف شو كان الرياكشن تبع. نعم. وشه. نعم. طبعا الفيديو هو اللي بيجسد هاللقطات. صحيح. هي. ونحن لما نجي نشتغل فيديو طبعا أنا إيديتينج لما بعمل إيديتينج للفيديو بركز إني بين أهم الرياكشنز اللي جمعت بين العرسان. طبعاً جميل. الأهل، نظرة الأم لبنتها، الأهل المعرس لما يدشون الصالة مثلاً، يعني في لحظات مهمة يعني لازم تخلد وعن طريق الفيديو. نعم. فالصورة طبعاً مهمة ولكن الفيديو بيعطيكي تفاصيل أدق عن الحفل اللي كنتي. نعم. فيه. جميل. طبعاً عندنا هنا في الاستوديو مجموعة كبيرة. نعم. من أنواع الألبوم. نتكلم شوي عن مراحل تصميم الألبوم نفسه. تمام. اختيار الأوراق. نعم. المواد اللي مستخدمة في الألبوم. تمام. بداية العروس بعد التصوير هي حتحجز الألبوم. نعم. بعد ما تحجز الألبوم بتدخل الصورة على الفوتوشوب لحتى نبلش التعديل عليها، سواء تعديل من تصحيح أخطاء، كحل أو شيء. نعم. أو تضييق أو شيء. تاني مرحلة بعد تصميم الفوتوشوب بيكون الطباعة. بعد الطباعة يتم اختيار الصور، أي لازم هي تكون مترتبة بالألبوم بطريقة متسلسلة. نعم. يعني الأحداث تكون مترتبة، العروس من لحظة مكياجها، دخلتها. نعم. الصالة، التقاءها، لازم الألبوم. نعم. يكون بالترتيب، هي أهم شيء، ما بصير تبلشي بأحداث قبل أحداث. صح. معينة. بعد ما نرتب أحداث الصور البوسترات منحط عليها لازم مادة اسمها مادة اللمينيشن. طبعا اللمينيشن هي بمثابة مادة تحمي هذا البوستر. نعم. تمام. نعم. الألبوم بيضل العمر طويل. صحيح. فلازم يكون في عليه مادة تحمي. واللمينيشن منه أنواع طبعا، الجلوسي، المت. طبعا المت هو النوع الرائج. نعم. بعد ما نحط اللمينيشن على البوستر بتدخل داخل ماكينة. نعم. تمام. هي الماكينة عشان تثبت اللمينيشن عليها، وبعدين توضع في مكبس
نعم. تكبس البوسترات فوق بعضها البعض، نعم. وبعدين يتم وضع الغلاف عليها. يعطيك الصحة والعافية أستاذة هناء، نحن شاكرين لك تواجدك معنا اليوم في استديو صباح الشارقة، شكرا لك مرة ثانية. شكرا. إذا مشاهدينا كل الشكر والتقدير مرة أخرى للأستاذة هناء أبو ربيعة مصممة جرافيك في استديو الزورق على هذه المعلومات القيمة والمفيدة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية فقراتنا ونهاية حلقتنا، على أمل اللقاء إن شاء الله باكر في حلقة جديدة، ومع السلامة. وأيضا تقبلوا تحيات مشاهدينا الكرام، أخوكم جمال السميطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.